شكرا للموقع ديال تجمع الرين اللي استضفنا كجامعه وطنيه للقطاع الفلاحي المنضويه تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وصفتي ككاتب عام للفرع ديال الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي بتازا، وهنئوا جميع الموظفين والموظفات اللي داروا الثقه ديالهم في الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي، حيث انهم صوتوا بكثافه على مرشحين ديال الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي، وكانت النتائج في الجهه ديالنا الجهه ديال فاس مكناس 11 مقعد للاتحاد المغربي للشغل على 16 مقعد اللي كانت مخصصه للجهه، وبالتالي يعني هذا الفوز الكاسح كنشكروا عليه الاخوان والاخوات اللي صوتوا علينا بكثافه على المرشحين ديال الجامعه التابعه للاتحاد المغربي للشغل، وهذا التصويت هذا يعني كيزيد يجعل على العاتق ديالنا واحد يعني العبء الثقيل اللي خصنا نقوموا به من اجل الدفاع عن الحقوق والحقوق ومكتسبات الموظفين والموظفات والمستخدمات والمستخدمين. لا يفوتني كذلك ان اهنئ الاخوان في المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه اللي حصدوا يعني 100 على 100 على الصعيد الوطني، حيث انه كانت النتائج يعني فاقت كل التوقعات، وحصلنا يعني كنقابه وحيده في القطاع ديال الاستشاره الفلاحيه على 100% يعني 12 مقعد اللي مخصصه على الصعيد الوطني، وبالتالي كنهني جميع الاخوان والاخوات اللي داروا الثقه ديالهم في الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي من اجل حصد هذه النتائج الباهره.